أنا أيمن، وإذا هذا أول مقطع لك أسوي فلوقات رهيبة شوي، لأني رهيب وإنت بعد رهيب، مع بعض راح نخلي القناة أرهب قناة في العالم. افتح عينك. Oh my god. Have you guys seen this guy? لا ما بخور. وقف. سلم نفسك. المهم اليوم بقدم لكم فقرة سميتها سناك، واللي هي ممكن تكون يوميات أو كواليس أو حتى مقاطع قررت إني ما أحطها عشان يكون فلوق طويل. طيب يلا، طبعا أجهز كلام دايم ليش؟ لأنه ما أعرف أسولف. واللي هي ممكن تكون يوميات أو كواليس أو حتى مقاطع قررت إني ما أحطها عشان الفلوق ما يكون طويل. لو تذكرون بالفلوج اللي فات كنت انتظر العيال يسوون فعاليات للعيد، فقلت ليش ما اطلع برا واعيد مع اهالي المدينه. بصرفكم كلكم عيديات الحين، بس اول شيء خلنا نسلم عليكم. سلام متابعين، اول شيء طبعا خاطر متابعين يعطيكم العافيه. متابعين اعطوني شوي، بخليها معي اوكي عشان اذا احتجتوها ولا شيء يطلبوني اياها. طبعا احنا الحين في الداون تاون، فزي ما تشوفون كل سبت يسوون فعاليات هنا في المدينه، ما ادري هم بيحتفلون في ايش، بس انا بعيد معاهم. وميزته انه في اكل من كل انحاء العالم، يعني كل الدول هنا يجون عندهم زي الخيمه لهم خاصه فيهم، فكانك سافرت وانت اصلا هنا في نفس المكان، فبناكل كل شيء في الحياه اليوم. في شيء ببلاش هنا فخلنا نجربه. شوف هاي توزع، شكله صراحه كانه علاج لكن بجربه. Can I get one? Sure. Which one is the best? Mixed berry, that's my favorite. That one. That one. Let me try. تقول هذا افضل شيء عندي، خلينا نجربه. شكله صراحه كانه علاج. It's good. Thank you so much. It's good. اوكي، في فعاليات هناك، في ازعاج هناك، خلنا نشوف. شوفوا كيف الناس متجمعين هنا، ما ادري ايش السالفه. ففي شكله فعاليات عيد، شافوني من هناك قال اليوتيوب وزي كذا، فلايك سبسكرايب عشان الناس ذولي فرحانين. وانتم بخير. ثانك يو. هابي عيد. ما يرد، زعلان شكله. ترى عيد، ها عيد، انبسط يا اخوي، هذه عيديتهم طبعا. شو هابي عيد. تعرف قلت لها هابي عيد، قالت يو تو. كفو الجيمات، ورم في الجيمات. اخيرا في اكل عربي، اخيرا حصلنا. الحين نحس باجواء العيد صح. بدا يخربون الايفنت، خشهم سياراتهم هنا. سعودي عربيا. اوكي، يا ذاتس جود مان. ذب علي الزبده، ما ادري ايش فيه. قال كنت اطير فوق السعوديه قبل ما تنولد انت، ما ادري ايش سويت له. يا ايتو هابي عيد. ها قاعدين ناكل الجيمات، فجاه الايفنت خلص، الناس كلها شالت اغراضها. تونا جايين احنا، باقي نبغى عصيرات، باقي نبغى ناكل. يا ابوي وش ذا؟ شو مشوا جايين المحل العربي ذا، بقال العربية، عشان نشتري منه لحم واغراض العيد وزي كذا عشان نروح نعايد للعيال. شكلنا جايين مره متاخر، ثلاجات فاضية. تعطيهم تيبس. ويلي وربا. طبعا ما كان في لحم، فقلت له ترى عندنا يوتيوب وتصوير وزي كذا، قال الحين اطلع لك، فطلع لي على طول لحم. شفت كيف؟ يو سي هابي ايد. هابي عيد. ثانك يو. زبده البقاله عندهم كل شيء العربي اللي متعودين عليه، عشان كذا اذا بناخذ شيء ولا شيء نجي هنا عشان نعيش اجواء العيد. ايش قاعد اقول انا؟ السالفه بيض الزبده. اهلا، كيف الحال؟ سلام تبي. اي حلاوه كذا تشوفه تبغى تاخذه، بس على طول حطه في السله ذيك على طول. يا اخي من ياكل حقهم؟ لذيذ. خلاص جيب فلوس القناة، مصطفى يسوي إلا البسبوسة، فقلت له ارسل لي مكونات، لأن ذلنا كل ما نقول له سوي بسبوسة ما عندي المكونات. راسل لي باكينج بودر، ثلاثة قشطة، حليب بودر، سكر، مدري إيش، راسل لي أغراض بيت كاملة. مقاضي شهر هذه. والله مقاضي شهر ذي. اللفة رقم 20 ذي، قاعدين ندور حليب نيدو ما حصلنا. وين الحليب النيدو ذا؟ سكر، معقولة مصطفى ما عنده سكر؟ هذاك الذال طالب اغراض الشهر كله من جد. انت لا تعطيني المقادير، عطني ايش ناقصك عشان تسوي بسبوسه. هنا جيب لي بيكنج بودر، ثلاث علب قشطه، حليب نيدو، وسكر، وسمين، وتميس، وفول، وبيض. نيتي كانت طيبه وقتها، لان قلت بعد الفعاليات اللي بيسوونها العيال راح اعزمهم عندي على العشاء عشان نعيش اجواء العيد اللي متعودين عليها. بس اللي صار هو ان ثلاث ايام مرت من العيد ولا في اي احد تكلم، فللاسف مر العيد كانه اي يوم عادي،
وزي ما شفته في الفلوق اللي فات طلعت أحقق في الموضوع عشان أعرف العيال وين كانوا بالضبط. فخالفت المجرمين وقبضت على بعضهم وعلنت الحرب عليهم. الشباب ما عيدوا بالعيد فقررت أجيب فيهم العيد. وقف! هجوم 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 هجوم! الساعة 12 الصباح ممكن سلم نفسك. لا تسلم صحة عاد حرب لازم نفوز. أول واحد يموت بالفايز. كيف طريقة الموتى؟ موتى ينط من ال ما نقدر. لا خلاص أسود مع أسود، فريق الأسود مع الأسود. طيب أنا إيش وضعي؟ ما أبغى. بنستهبل؟ ها طالع من السجن مع الطقم حقه، طالع من السجن أنت. طب زي ما تشوفون أنا انجرحت وسط الحرب. هذا الشيء ما يوقف، هذا الشيء ما يوقفني، إحنا في نص الحرب الآن. ف تعال تعال، أنا ما أخاف من شيء، أنا هنا الشرطة ما أخاف من شيء. فراشة فراشة طلعت لك اياهم. والله يا مصطفى ايمن ها بريك، ما في بريك، بريك ما في بريك، ما في بريك. العب بريك الصراحه مع الشباب لان تعبنا وزي كذا، فانا نحتاج استراحه. اخلاقك حتى لو الخصم قديش سيء ومجرم اخلاق، شوف كيف مثال صوتها عال. ايش فيك؟ احنا في حرب لازم نفوز. ترى امريكا حرب لازم نفوز. يا خلاص لهم لهم وامشي منهم، لو ماشي قبل ما تجي السلطه بسرعه. حرك 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 حرك. ايش وراك؟ يلا يا عيون يلا بسرعه. بلوشي بلوشي بلوشي، ترى بنمسك اذا تاخرنا زي كذا. بلوشي صح بلوشي، والله قاعدين نتاخر. بلوشي والله بيجون. بلوشي قفل، اكسر اكسر الجوال اكسر الجوال. ارمي 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 برا، ارمي برا، ارمي ارمي. كفو كفو كفو. يلا الزبدة مرة للشرطة يلانا الحين. الباد بوي. سوينا الحركة الأخيرة ذيك ما كان لها داعي، لكن قلت لعيون المتابعين الجامدين نقتل الشر اللي هم ذول الشر العيال، بس أنا معاهم الحين عشان الشرطة خير الشر مع بعض. يا وقت الشر ده كلنا مع بعض. طبعا خلصت الحرب وأنا الآن مع القائد، هربنا أنا وياه. دايم تخلي جيشك وراك عادي. أنا وياك بنروح فرق ثانية نجمع جنود ثانية. نجمع ترى احنا الدعم أنا ومحمد زي كذا، فاحنا نخش مع فرق إلين يموتون ونغير. عندنا طبعا البلوشي هنا الساق اللي دائم معانا أنا وأبو يقطع الحروب وحنا عاد نكمل حربنا. فا يا يعطيكم العافية متابعين. يا عيال جوالي جوالي جوالي. زبدة الحين هذه النهاية، المفروض إني أقول كلام كويس لكني ما مجهز شيء. فا from my heart to you guys. طيب زي ما تعرفون احنا الحين في البداية، وانا صراحة مرة اهتم للمحتوى، لكن الناس تبغى مقاطع كثيرة عشان نغث العالم ونطلع له في كل مكان. فقلت فقرة سناك هذه ان شاء الله بتكون فقرة خفيفة، مرة يوميات مرة مقاطع ما قد حطيتها زي اللي شفتوه قبل شوي. فاعطوني رايكم في الكومنتات تحت لان الحين ضايع شوي. اذا تبغون مقاطع كثيرة او نركز بالمحتوى لا تنسون تعطوني رايكم، لا تنسون. وبس مع السلامة.